مهما كان الغمقان والسواد اللي في بشرتك، مهما كان التجاعيد والخطوط التعبيريه، تفتيح البشره سهله جدا وبسيطه، وكمان احلى حاجه فيها انها سريعه في التفتيح، بجد حلوه جدا. واحلى حاجه ان لو عندك تجاعيد من ميه الورد، ميه الورد تحفه جدا للبشره، وبتخلي البشره صافيه، كمان بتقلل المسام الواسعه، وبتشد البشره من التجاعيد، وبتخلي البشره مورده. حلوه قوي. انا كل اللي انا هاخده نص كوبايه من ميه الورد. طبعا لو انت حابه تحطي ميه عاديه براحتك، حابه تحطي نص كوبايه من الحليب براحتك، كل ده براحتك انت. هضيف عليها معلقه من القهوه. القهوه من الحاجات الجميله جدا اللي بتشيل البقع والتصبغات والكلف والنمش، وبتوحد لون البشره، وبتخلي البشره صافيه. ده كمان انها غنيه بالكافيين اللي بجد بشرتك هتستفاد بيها. هقلب كده كويس قوي لحد لما القهوه تدوب معايا في ميه الورد، شايفين؟ هبدا اضيف كمان معايا معلقه من النشا او الكورن فلاور، وما نحاولش نخليها مليانه قوي، يعني تكون معلقه كده طبيعيه، مش مليانه قوي ولا قليله قوي. وهبدا ان انا ادمجهم كويس. طب انا لو حابه اعمل الكميه واشيلها في التلاجة، تقدري ان انت تعمليها وتشيليها في التلاجة عادي جدا. هقلبهم كويس، وهقولك كمان عشان تقدري تحتفظي بيها اكتر وقت في التلاجة، او ان انت تقدري تستخدميها في اكتر وقت، فممكن تستخدميها ازاي وتحتفظي بيها. عشان احتفظ بيها هضيف عليها معلقه من الحليب البودر عشان اقدر احتفظ بالوصفه. طبعا لو انا استخدمت الحليب السائل مش هتقدري تحتفظي بيها، هتستخدمي الوصفه في الحال، انما الحليب البودر فيه ماده ان انت تقدري تحتفظي بالوصفه اطول مده ممكنه. هنا بقى هحاول ادمج كمان الحليب البودر زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا حطيت نص كوبايه من ميه الورد، عليها معلقه من القهوه، معلقه من النشا، معلقه من الحليب البودر زي ما انت شايفه كده. اي تكتلات نحاول نشيلها، مش عايزين اي تكتلات فيها. هنا بقى هجيب معايا اي كنكه وهبدا ان انا افضي الوصفه. انا ليه قلبتها هنا كويس؟ عشان اتاكد ان كله داب معايا تماما. هرفعها على النار لمده ثواني لحد ما تتقل معايا وما تبقاش تقيله جدا، عايزاها تبقى كريمه. هوريكم برضو الطريقه. تمام كده، انا هفضل اقلب ايدي فيها، ما تحاوليش تشيلي ايدك من على النار خالص، عشان لو شلتيها هتكتل منك ومش هتبقى مظبوطه ولا حلوه. انا هفضل اقلب فيها كده لمجرد ثواني وهتلاقيها ابتدت تجمد معاكي، بس انا مش عايزاها جامده قوي، انا عايزاها تبقى كريمه ناعمه خالص عشان اقدر استخدمها. شايفين؟ انا بصوا بتتقل معايا ازاي اهو، شايفين ابتدت تتقل معايا. هنا بقى هقفل عليها على طول. شايفين يا بنات بقت ناعمه خالص، وده المطلوب. هبدا بقى انزلها معايا في طبق عشان تتهوى كده شويه، تبرد شويه، مش عايزاها تبقى سخنه قوي عشان اعرف استخدم بقيه المكونات فيها. فهنا هبدا ان انا انزل الخلطه بتاعتي، شايفين جمالها؟ تمام كده. هضيف بقى عليها هنا معلقه من دقيق الرز. دقيق الرز ده انت بتجيبي رز عادي وبتطحنيه في البيت، او ممكن تشتريه من اي سوبر ماركت، حلو قوي، وبتلاقيه برده عند العطار. دقيق الرز ده فايده دقيق الرز انه بينزل نشا، بيفتح البشره جدا، بيخلي بشرتك صافيه، بيشيل كل الشوائب اللي في البشره، بيشيل كل الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، بيشيل كل الجلد الميت، بيخلي البشره ناعمه جدا. فهو ده احلى حاجه في دقيق الرز بصراحه، حلو جدا، فده مفيد قوي. هبدا ان انا ادمجهم بقى عشان تبقى كده ايه مندمجه حلو. وهبدا اضيف عليها معلقه صغنونه جدا من زيت الزيتون، حاجه بسيطه جدا عشان الوصفه ما تنشفش البشره، وتبدا تديني ترطيب حلو، وتخلي البشره شكلها صافي وكمان رطب كده، ما يبقاش البشره جافه ومشدوده جدا، لا احنا عايزين البشره يبقى فيها كده ترطيب حلو قوي. هبدا بقى ادمجهم كويس. هضيف عليها كمان معلقه من الزبادي او الياغورت، تحفه للبشره.
تحفة بمعنى الكلمة، بيفتح البشرة جدا، بيخلي البشرة صافية، بيقلل المسام الواسعة وبينظف المسامات جدا، خصوصا كمان ان احنا في الصيف البشرة بتبقى محتاجة ترطيب قوي. الزبادي من الحاجات برضو المرطبة جدا جدا للبشرة. هبدأ بقى ادمجهم كويس. تحفة بجد، عن تجربة تحفة تحفة يعني. ضيفي عليها بقى كبسولة من الفيتامين، طبعا كلنا بنعشق الحاجات اللي بتديني فوائد، انا واحدة من الناس بعشق الحاجة اللي بتديني فوائد للبشرة، يعني انا تديني فوائد اكتر من ان انا استخدمها للتفتيح. البشرة لما بتكون منورة افضل بكتير من ان انا افتح بشرتي. انا ممكن اكون غامقة سمرة اي لون، بس لما بحط حاجات بخلي بشرتي تنور، ده كفاية. طبعا مع المداومة التفتيح ده بيجي مع مداومة الوصفة، بتبدأي ان انت تلاقي ما فيش تصبغات ولا بقع ولا كلف، وبيوحد اللون وبيدي نضرة حلوة وبيخلي بشرتك زي البيبي. الحاجات دي بتاخد وقت شوية. هنا بقى هحط كمان معايا معلقة صغيرة من الحنة البيضة. كل الحاجات اللي انا حطيتها بعد اما الوصفة هديت، ده ما ينفعش ان انا احطها وهي الوصفة سخنة، يعني ما ينفعش ان انا اسخنها على النار، يعني ما ينفعش ان انا اسخن على النار الفيتامين اي، ما ينفعش ان انا اسخن الحنة البيضة. الحاجات دي كلها اعملها بعد ما انا خلاص رفعت الحاجات دي من على النار. هقلب بقى كويس. انا هنا عايزة اوريكم الوصفة، شايفين كده على جنب، هنركن دي كده على جنب. هجيب معايا طبق، الطبق ده هضيف عليه معلقة من اي نوع سكر عندك، ابيض بني مش هتفرق، معلقة من السكر، وهضيف عليها معلقة من القهوة. هقولك ده فايدته ايه ولازم ومهم ان انت تعمليه. هضيف كمان عليها معلقة من الزبادي. فايدته بعمله قبل الوصفة القمر اللي احنا عملناها دي، فايدته هيشيل كل الجلد الميت وهيشيل لك التصبغات، وكمان هيفتح لك البشرة من اي رؤوس سودة رؤوس بيضة. ده غير انه هيعمل لي تقشير حلو اول البشرة، هيخلي البشرة ناعمة، هيخلي لي بشرتي مستعدة للوصفة القمر اللي انا هعملها دي. فده هستخدمه الاول، يعني هو بصوا ده سهل جدا، ده مؤشر طبيعي حلو قوي. بصوا لمدة 5 دقايق بالشكل ده، شايفين حبيبات السكر ده كله هيشيل لك الجلد الميت وهيفتح البشرة وهيدينا نضرة حلوة قوي. فده مهم جدا ان انا اعملها قبل الوصفة التانية. فده اول حاجة بعملها، وببدأ ان انا اقسم 5 دقايق كده اسكراب كده خفيف، وبعد كده بغسلها. تمام كده، انا هنا بعد ما غسلتها عايزة اقول لكم ايديا ناعمة جدا، وزي ما انتم شايفين ما فيهاش اي خشونة. هنا بقى هبدأ ان انا احط الوصفة بتاعت القمر دي، وببدأ برضو حركات دائرية كده لمدة 5 دقايق، وبسيبها بقى دي تنشف معايا من ربع ساعة لنص ساعة. وكمان هي فيها حبيبات الرز زي ما اتفقنا، حلوة قوي قوي في نضارة وتفتيح البشرة، بجد حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسيش بقى تعملي لايك وشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش تجربيها واكتبيلي في الكومنتات، وصلوا على النبي. باي باي.